محمد صلى الله عليه وسلم قرة أعيننا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين، علمنا كل شيء. قال رجل لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: أجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء، ومن أعظم حقوقه علينا أن نتبعه صلى الله عليه وسلم، وألا نعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. لا نعبد الله إلا بما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حياة، والإعراض عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والسير إلى البدع والمحدثات، واتباع الشيوخ من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم موت. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله، ومعصيتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم معصية لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ولن يصل أحد إلى الجنة بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب على من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله أن يجعل اتباعه كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون من أهل السنة حقًا وصدقًا، من المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقًا وصدقًا، من الصادقين في حبهم لله عز وجل. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم علامة الصدق في حب الله، وعلامة الصدق في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علامة الصدق في المحبة. فإذا جاءك رجل، إذا جاءك مسلم ذكرًا كان أو أنثى، وهو يقول: أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى عمله، فإن وجدته على سنة يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصوم كما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعبد الله كما عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، يقف عندما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوزه إلى غيره، فاعلم أنه محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا جاءك وهو يزعم ويترنم بحب النبي صلى الله عليه وسلم، فنظرت إلى عمله فوجدته من أهل البدع، يسارع إلى البدع، فوجدته بطيئًا في السنة، سريعًا إلى البدعة، فاعلم أنه كاذبٌ في حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم.